الشيخ، موقعك اسمه الراسخون في العلم، لماذا الشيخ اختار هذه هذا المفردة؟ سبب لنا إشكالا. قال الناس بعض الفضلاء، يعني هو الإنسان إذا أحسن الظن يجد عذرا. جميل. وإن لم يحسن الظن على الجرح يا شيخ، بس خليه ترى نشوف الجرح هذا. وإن لم يحسن الظن سيقول ما شاء. هذا كانت أول ما ظهرت المواقع، أنا قليل البضاعة في المسائل هذه، يعني أنا رجل كتاب. وكان في حلقة في قناة المجد القطوفة الدانية مع أخي معمر، دكتور معمر الله يذكره بالخير، اسمها الراسخون في العلم، اسم الحلقة، حلقة من برنامج القطوفة الدانية اسمها الراسخون في العلم، نشرح فيها قول الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وافقت إن لم أنسى تدشين الحلقة، تدشين الموقع. كان في النية أن هذا الموقع يبث كلام علماء الأمة، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن جبرين، الشيخ الركبان، أي علماءنا، الشيخ صاحب فوزان، سماحة المفتي، علماء البلاد الموثوق بهم. واضح الآن؟ هذا كان المقصود الأسمى من وجود الموقع. هذه النية. هذه النية. وكان ما كان صالح إلا واحد يدخل مع هؤلاء، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأنا صاحب الموقع. ثم لما ظهرت الفتن ما استطعنا أن نتبنى أحد، خوفا أن يخرج عن الطريق فيحسب علينا. فوجدنا أن الناس إذا أظهرنا فتوى بندر زعل محمد، وإن أظهرنا فتوى محمد زعل غضب علينا بندر. قلنا نتجنب الجميع. الموقع أصبح مسجل رسميا بأنه الراسخون في العلم، ما عاد يمكن تغييره. حاولنا مرارا أن نظهر أحدا ما استطعنا، فحتى نسلم من كل أحد حملتم المسؤولية. قلنا ما نبث إلا نحن، لا على أن نحن نقول على أنفسنا، هذا يعني الإنسان يكون عاقل، يعني هذا اسم الموقع ليس اسمي أنا يعني. لكن أنت الآن يعني في مثل صيني يقول يعني إذا بطنت الإدانة فالدليل يسير. يعني أنت إذا يريد تتهم، إذا يريد تدين أحد بسيط، أنك يعني شيء يسير أن تأتي بدليل تهمة عليه، إذا كنت أنت قدمت هذا قبل. فالمقصود يعني عفى الله عن الجميع، وقد قال الناس ما قالوا، لكن لا ينبغي للعاقل أن يرده مثل هذا عن مسيره، لا ينبغي. الإنسان يا الله أعلم بنيتك، سلم ما ذكر الشهداء قال والله أعلم بمن مات في سبيله. فما دام أنت يعني إذا الله لم يعذرك فيما تلومه، لم يعذرك فيما تلومه، فما الناس إلا عاتب ومؤنب، لن تسلم منهم أبدا. فلو أخذت أنت بكل قول تريد أن تغير من أجل زيد أو من أجل عمرو لن تصل إلى مقصودك. لكن الإنسان هو أعلم بنيته مع ربه، والله أعلم بنية عبده معه، والله لن يخذل عبدا صدقت نيته معه من أجل أحد من خلقه.